grade 8 unit 2 period 3 طلاب وطالبات الصف الثامن unit 2 الوحدة الثانية الدرس الثالث page 18 الصفحة الثامنة عشر. This period presents and practice the new grammar point. هذا الدرس عزيزي الطالب يقدم لنا نقطة جديدة في قواعد اللغة الإنجليزية وتمارين عليها. خلينا نبدأ. New activity 1. Read sentences 1 to 5. Use the verbs to label the pictures. The picture. To label the picture. خلنا وسنقرأ الجمل. اقرأ الجمل من الجملة الأولى حتى الخامسة. استخدم الأفعال. هذه سنستخدم الأفعال حتى هو نضع اللي هي الكلمات على الصورة. خلينا نقرأ الجمل. Number one, this صفيحة looks good. Number two, the kebabs smell delicious. Number three, the kebabs taste delicious too. Number four, that drum music sounds great. Number five, you seem to know about the oud. خلينا نرجع لهو نقرأ الجملة الأولى. Read the first sentence again. نقرأ الجملة الأولى مرة أخرى. هي this is number one. هي this is fiha looks good. This is fiha looks good. Looks, looks the verb form. عندي هنا نستخدم الأفعال حتى هي الجزء الثاني بعد ما قرأنا use the verbs واستخدم الأفعال. الفعل اللي موجود عندي في الجملة هنا looks. What part of the body? What part of the body is it? Looks. What part of the body is it? هو كلمة looks أي جزء من الجسم أو من أعضاء الجسم هي مرتبطة فيه. عندي هي الجزء المرتبطة في كلمة look هي the eyes. The eyes العيون. لذلك سنكتب هي so we will write next to the eyes هي the word look. لذلك سنكتب هي بجانب كلمة هي عندي هنا فراغ بجانب كلمة العيون بجانب صورة العيون إشارة سنكتب بجانب هذه الإشارة هي بكلمة look. So we will write here look. سنكتب هنا كلمة look. Number two, the kebabs smell delicious. Smell, smell. هي smell, the verb smell. What part of the body is it? What part of the body is it? Smell, smell. What part of the body is it? The nose, the nose. اللي هو الأنف. كلمة smell مرتبطة بالجزء اللي موجود عندي هنا في الجسم اللي هي المتعلق بها هو النوز. إذن سأكتب اللي هي بجانب كلمة اللي هي بجانب اللي هي الأنف اللي عندي الإشارة هنا سنكتب اللي هو on the label here or اللي هي next to the nose سنكتب اللي هي كلمة smell. Smell. Number three. The kebabs taste delicious. The kebabs taste delicious. Taste, taste. اللي هي متعلقة. What part of body is it? What part of body is it? اللي هي taste. اللي هي mouth. So we will write here taste. Taste. سنكتب هنا اللي هو مقابل الأنف لمقابل الفم كلمة اللي هي taste. عندي هنا for that drum music sounds great. Sounds great. Sounds. Sounds بمعنى اللي هي متعلقة اللي هي بالأذن اللي هي with ear. With ear. سنكتب هنا the word the verb sound. سنكتب the verb sound. Number five, you seem to know about the oud. Seem متعلقة ب with the brain. لذلك سنكتبها هنا اللي هي متعلقة اللي هي يبدو seem. Seem. خلينا ننظر عزيزي الطالب مرة أخرى إلى هذه الأفعال. Looks, smell, taste,
sounds, seem. هذه الأفعال اللي هو express feeling about things. هذه الأفعال تعبر عن اللي هو مشاعرنا تجاه الأشياء. أيضا اللي هو أريد أن أنوه عزيز الطالب إلى مجموعة من الأفعال اللي هو تعلمناها في الصف السابع. هذه الأفعال اللي هي تسمى اللي هي stative verbs. أخذنا في الصف السابع مجموعة تسمى stative verbs. هذه الأفعال وهي عبارة عن أفعال بتعبر عن اللي هي الإدراك والحواس، مثل understand، هي بالصف السابع عندي هنا، اللي هو تعلمناها في مثل think تعبر عن الإدراك، اللي هي think، اللي هي understand، know، wants، like، اللي هي liking، اللي هي like، loves، وعندي mean، وعندي hear اللي هي الحواس. عندي تعلمنا اللي هو verbs of thinking، اللي هو هذه مجموعة الأفعال التي تعلمناها في الصف السابع. These are verbs of thinking, verbs of thinking and liking، اللي هو وتعبر عن الحب. هذه الأفعال aren't used in the present continuous، لا تستخدم في زمن المضارع المستمر. We use it in the present simple even if the action or even when the action is happening now. هذه الأفعال لا تستخدم في زمن المضارع المستمر، فقط تستخدم في زمن المضارع البسيط حتى لو كان زمن الفعل يتحدث عن حدث اللي حدث الآن. وهذه الأفعال اللي موجودة عندي هنا اللي هي looks, smell, taste, sounds, seem، هذه أيضا مجموعة أخرى من الأفعال التي تعلمناها وهي stative verbs. هذه الأفعال اللي هي express feeling about things، اللي هو للتعبير عن مشاعرنا تجاه الأشياء. وأيضا اللي هو الverbs of thinking والverbs of liking، these are stative verbs، أفعال جميعها أفعال لا تستخدم في زمن المضارع المستمر، وإنما تستخدم في زمن الماضي البسيط اللي هو present simple. present simple. إذن look at the sentences again, answer the questions، انظر إلى الجمل وأجب على الأسئلة. Number one, do they use the present simple or the present continuous؟ هل هذه الجمل استخدمت the present simple or the present continuous؟ استخدمت the present simple. Number two, what do these verbs express؟ هذه الأفعال عن ماذا تعبر؟ تعبر ways of doing things، طرق اللي هي فعل الأشياء، be feeling about things هو المشاعرنا تجاه الأشياء، understanding things ولا فهم الأشياء، choose two answers بدنا نختار إجابتين. إذن هذه الأشياء زي ما حكينا هذه الأفعال express feeling about things and understanding things اللي هي كلمة seem وفهم الأشياء، اللي هو زي ما حكينا أن هذه الأفعال تستخدم اللي هي الزمن اللي هو المضارع البسيط. ما هو زمن، شو يعني بدي أستخدم زمن المضارع البسيط في هذه الأفعال؟ خلينا نأخذ نظرة بسيطة عليه. present simple tense with stative verbs، عندما يكون عندي اللي هو singular subject اللي هي subject اللي هي subject الموجود عندي في الجملة مفرد، اللي هو إما أن يكون subject إما أن يكون noun اللي هي صفيحة cake، أو ممكن أن يكون اللي هو singular subject اللي هو ممكن أن يكون pronoun اللي هو he she it ألي رانيا. مع هذه singular subject بدي أستخدم الverb plus s، الverb plus s، الverb الأول بدي أضيف له s. إذن the cake مثل the cake smells good، ضفت له الverb اللي موجود عندي s لأن اللي هو subject اللي موجود عندي هنا هو مفرد singular subject. the cake smells good.
ألي لوكس تايرد، ألي لوكس تايرد، يبدو عليه التعب. ألي سينجولار سبجكت، استخدمت معاه اللي هو الفيرب بلس اس اللي هو ألي لوكس تايرد، لكن مع البلورال سبجكت نستخدم الستيتيف فيرب اللي هو الستيتيف فيرب اللي موجود عندي فقط، استخدمه بدون أي إضافات وبدون اس. مثل اللي هو بلورال، البلورال سبجكت مثل كبابز، ذا تو جيرلز، تينا اند نادية. عندي ايضا ضمير مثل يو، ذيس از اللي هو بلورال سبجكت يو. عندي ايضا ذي بلورال سبجكت اللي هو بدي استخدم معها اللي هي الفيرب بدون اي اضافات. مثال the kebabs taste delicious، عندي كبابز اللي هو الكباب اللي هو اسم اللي هو subject اللي هو plural subject اللي هو فاعل جمع، واستخدم الverb بدون اي اضافات taste delicious. ايضا مثال اخر Tina and Nadia look happy، تينا ونادية يبدو انهم مبسوطين او سعيدتان، مبسوطتان أو سعيدتان. تينا أند نادية اللي هو بلورال سبجكت بدي أستخدم معه اللي هي الستيتيف فيرب بدون أي إضافات، لوك هابي. Activity 2 write what these people are saying، اكتب ماذا الأشخاص هؤلاء يقولون. عندي اللي هو صندوق من الكلمات حتى يساعدني اللي هي الكلمات التي تعلمناها اللي هي الستاتيف فيربز اللي هي فيل يشعر، لوك يبدو، سيم أيضا يبدو، سميل له رائحة، ساوند له صوت، تيست له مذاق. خلينا نشوف الصورة الأولى. بدي مكتوب عندي كلمة beautiful، بدي أجيب السبجكت وأجيب الكلمة وأجيب الستاتيف فيرب اللي بيعبر عنها. هو عندي هنا اللي هو they، اللي هو سأقول عن الوردات اللي هي الجمع، they look اللي هو beautiful، اللي هو beautiful. إذن الكلمة beautiful اللي هي تأخذ اللي هي جميلة، يعني اللي هو أنا شفت الجمال تبعها بالعين. إذن اللي هو سأضع اللي هو the verb look، they look beautiful، they look beautiful. بي عندي شخص هنا اللي هو وعندي الشمس وما يشاء اللي هو يعبر عن اللي هو انه يشعر بالحر. اذا ساقول عندي الفعل الصفة اللي موجودة عندي هنا hot اللي هي حر، اذا I feel hot، انا اشعر بالحر، انا اشعر بالحر. عندي هنا سي، هنا صورة امرأة اللي هو الصورة عندي هنا الفعل الموجود عندي هنا sad، she seems يبدو أو she looks sad، أنا شايفاها بعيني، she looks sad or she seems sad، يبدو عليها أنها حزينة. دي ذا اللي عندي هنا على الطبخة اللي هي الأم تقول اللي هي delicious، إذن اللي هي لذيذة، واللذاذة اللي هو نذوقها باللسان، اللي هو نعبر عنها اللي هي السميل، رائحتها لذيذة. That smells delicious، that smells delicious. عند البوزة number E اللي هي the letter E، this هي fantastic اللي هو سأعبر عنها عن الآيس كريم اللي هو this tastes fantastic، سأضع لها لأنها مفرد سأضع لها الverb plus s، this tastes fantastic. number اللي هي letter F عندي هنا تسمع لي الموسيقى وتشير إلى أذنيها، إذن الأذن اللي هو ما استخدمنا لها الستاتيف فيرب اللي هو sound، it sounds terrible، it sounds terrible، تبدو أو لها صوت مرعب أو مخيف أو مزعج، لها صوت مزعج. now let's start with activity 3 read the sentences، اقرأ الجمل. سنقرأ الجملة الأولى number 1 I can make kebabs but I can't cook a big meal.
I can not وعندي هنا بين قوسين can't cook a big meal. Number two, I could play quite well when I was young. Number three, work got busy last week, so I could not or couldn't find time to play. خلينا نرجع ونقرأ الجملة الأولى مرة أخرى. One, I can make kebabs but I cannot or can't cook a big meal. عندي هنا can make وهنا أيضا cannot or can't cook. Can't cook هذه أصلها اللي هي cannot اللي هو حذفنا الـ O وضعنا بدلها اللي هي بدل الـ O وضعنا مكانها apostrophe حتى يسهل علينا اللفظ بدل ما نقول اللي هو cannot نقول can't أسهل في اللفظ اللي هو I can't إذا سأقول اللي هي can make وعندي هنا can't make. تنظر إلى اللي هي الفعل اللي موجود عندي هنا can make وهي can't cook. Is it present or past؟ هل هذا اللي هو مضارع أو ماضي؟ عندي هنا can make وcan't make اللي هو is present. اللي هي is present في اللي هي مضارع. Number two, I could play quite well when I was young. Could play استطعت العزف اللي هو بشكل جيد تماما عندما كنت صغير. استطعت هي عندي could play. Is it present or past? Could play عندي could play اللي هو is past. Is past. Number three, work got busy last week, so I could not or couldn't find time to play. Could not or couldn't find time. Could not or couldn't find. نفس اللي هي cannot عندي هنا couldn't اللي هي could not. حذفنا الـ O وضعنا مكانها apostrophe حتى نسهل على أنفسنا اللفظ ونقول so I couldn't find time to play. Couldn't find. Is it present or past? هل هي مضارع or هي أو ماضي؟ Couldn't find is past ماضي. Is past ماضي. إذن اللي هو عندما اللي هو ما استنتجناه في هذه الجمل أنه عندما يكون عندي can make أو can't make اللي هو هذا مضارع سأستخدم can وأضيف الفعل الأصلي اللي هو الانفينيتيف بدون أي إضافات الفعل الأول. وعندي هنا can't cook أيضا مضارع هو ولكن في النفي هو أستطيع صنع اللي هي الكباب but I can't cook a big meal لا أستطيع أن أصنع اللي هي وجبة كبيرة. أستطيع لا أستطيع معناها. عندي هنا could play وعندي couldn't find اللي هي عندي هنا اللي هي is past اللي هو هذه الماضي في زمن إن هو بنستخدمها في الماضي للتعبير عن شيء كان باستطاعتي أن أفعله عندما كنت صغيرا عندما كنت في سن الرابعة عندما كنت في سن الخامسة وهكذا في السنوات الماضية اللي راحت اللي أصبحت ماضي. Look at the sentences add past or present. انظر إلى الجمل اللي احنا ذكرناهم وأضف اللي هي past or present ماضي أو مضارع. Sentence 1 is in the present and uses can or can't plus infinitive. الجملة الأولى هي في المضارع وتستخدم اللي هي can or can't زائد الانفينيتيف. Sentence 2 and 3 الجملة الثانية والجملة الثالثة ت
تستل you are in the past في الماضي and use could or couldn't plus infinitive زائد المصدر استخدمت اللي هي could أو couldn't زائد infinitive يعني في المضارع can وcan or can't والverb الأول وفي الماضي اللي هو بنستخدم could or couldn't والفعل اللي هو المصدر أو الفعل الأول. Activity 4. Say what Ahmed could and couldn't do. قل ماذا أحمد استطاع واللي هو ماذا اللي هو استطاع أن يفعل وماذا لم يستطع أن يفعله. خلينا نشوف كيف بدنا نعمل اللي هو نص اللي هو نضع جملة كاملة على ذلك. عندي number one سأقرأ اللي هي age two اللي هي استطاع أن يفعل walk لم يستطع أن يفعل run فالجملة تصبح when he was two عندما كان في سن الثانية he could walk استطاع أن يمشي but he couldn't run سأضع عندي هنا he couldn't run سأقول run إذن الجملة الأولى when he was two he could walk but he couldn't run الجملة الثانية اللي هي two عندي six write his name وعندي اللي هي write a paragraph عندي ال x write a paragraph سأقول هذه الجملة when he was six he could write his name but he couldn't write a paragraph Number three, عندي eight, read a short story, read a long book. عندي هنا الصح عندي read a short story والخطأ هو لم يستطع أن يفعل read a long book. سأل هو نذكر الجملة كاملة when he was eight, he could read a short story, but he couldn't read a long book. كان باستطاعته أن يقرأ قصة صغيرة وليس باستطاعته أن يقرأ كتاب طويل أو كبير. Number four عندي age ten عندي الإشارة الصح الذي يستطيع فعله sing lots of songs ولم يستطع فعله play the شبابة اللي هي الشبابة اللي هي الشبابة اللي هي اللي بتكون عاملة زي بتمسك باليد وفي اللي هو يضع اللي هو الشخص ويعزف عليها ويضع أصابعه ويخرج صوت جميل. When he was ten He could sing lots of songs, but he couldn't play the shababa. إذن تعلمنا كيف يكون تركيب الجملة when he was وأذكر الزمن وأضع بعدها اللي هي فاصلة لتحت وأقول he could الشيء اللي هو could اللي هي الverb الأول اللي هي الفعل المصدر he could walk وأضع اللي هو فاصلة لتحت وأقول but he couldn't لكن ليس باستطاعته لم يكن يستطيع وأذكر اللي هي الفعل الذي لم يستطيع فعله. Now talk about yourself. تحدث الآن عن نفسك. نتحدث عن أنفسنا. وعلى سبيل المثال بدي أذكر اللي هو أحداث اللي هو كان بإمكاني فعلها وأنا صغير وأشياء لم أستطع فعلها في نفس العمر. فعلى سبيل المثال نقول when I was six. I could write my name, but I couldn't write a paragraph. ممكن أن نستفيد من الأشياء الموجودة عندي هنا في الجدول. When I was two, I could walk, but I couldn't run. When I was ten, I could sing lots of songs, but I couldn't play the shababa.
هكذا نكون عزيزي الطالب قد انتهينا من الدرس الثالث من الوحدة الثانية. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. إذا عجبكم الفيديو ضعوا لنا لايك في على الفيديو، وإذا لم تشتركوا في القناة اشتركوا في قناتنا قناة English Online حتى يصلكم هو، واضغطوا على زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.